النهارده كانت في زياره مهمه جدا، وانا بتكلم على النادي الاهلي، مش بتكلم على النادي الاهلي كنادي اجتماعي او نادي رياضي. النادي الاهلي مؤسسه اجتماعيه رياضيه تربويه، دي نقط مهمه جدا لازم نتكلم عليها. النهارده الطفل احمد محمود عبد العزيز من ذوي الهمم كان موجود في مقر النادي بالجزيره، هو زي ما انتم شايفين على الشاشه، والتقى بالكابتن محمود الخطيب، واستقبله الكابتن محمود الخطيب في مقر النادي بالجزيره واهداه طبعا التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي. شوفوا يعني شوفوا الكلام اللي بين الكابتن واحمد، والله العظيم الصوره يعني مش محتاجه شرح، والصوره بتعبر عن حاجات كتيره جدا. انا مهما اتكلمت ووصفت مش هتيجي 1% من تفاصيل الصوره اللي انتم شايفينها على الشاشه. واهداء الكابتن الخطيب لاحمد طبعا تيشيرت النادي وتوقيعه والاهداء ليه، وشايفين طبعا السعاده والابتسامه ونظره عين احمد عامله ازاي. ربنا يبارك في صحتك يا احمد، ونشوفك دايما كده في احسن حال، وتبقى رياضي من ذوي الهمم تقدر تجيب ميداليات وبطولات لمصر زي ابطال كتيره قدرت تعمل ده في السنوات الاخيره لمصر ورفع علم مصر. النهارده الزياره دي كانت في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ودائما النادي الاهلي فاتح ابوابه لكل طوائف الشعب المصري، لكل الناس. أسرة أحمد كمان كانت موجودة، السعادة الغامرة اللي على وجوههم بالتأكيد في البيت الكبير في النادي الأهلي. يعني إحنا معانا صوت يا جماعة، ممكن نسمع بيقول إيه؟ طيب؟ طيب، يعني عموما زي ما أنتم شايفين كل التفاصيل دي على فكرة هتشوفوها إن شاء الله بالليل بإذن الله مع الكابتن إسلام الشاطر في برنامج البيت الكبير، لكن الصورة مهمة كان لازم النهاردة نتكلم عليها، لأن النهاردة الخبر ده لما نزل كان ترند جدا على السوشيال ميديا. لكن أحمد بيقول إيه؟ الزياره كواليسها وتفاصيلها ايه؟ تابعوها النهارده مساء اليوم باذن الله مع الكابتن اسلام الشاطر، لان فيها رسائل مهمه جدا ودور مجتمعي دايما النادي الاهلي بيقوم بيه. وانا فاكر من كذا سنه كان الكابتن محمود الخطيب قال نقطه مهمه جدا، علينا ان نبدا في دور مؤسسه الاهلي الاجتماعيه. الدور ده مهم جدا للرياضه المصريه وللشعب المصري خلال الفتره اللي جايه. النادي الاهلي بيحاول قدر الامكان يشتغل عليه في الاطار اللي متاح دلوقتي، لكن قريب باذن الله مؤسسه الاهلي الاجتماعيه هيكون لها ادوار كبيره جدا في الشارع المصري كدور رياضي مهم لنادي ليه شعبيه طاغيه في مصر والوطن العربي.